حياكم الله مشاهدينا. أعلن الجيش الصيني إطلاق مناورات جديدة حول تايوان، موضحا أن التدريبات ستركز على عمليات التصدي للغواصات والهجمات البحرية. وزارة الخارجية في بكين عقبت بالتأكيد مجددا أن تايوان جزء من الصين، وما يجري هي مناورات عادية في مياه صينية. من ناحيتها قالت وزارة الدفاع التايوانية إن سفنا وطائرات عسكرية صينية نفذت تدريبات محاكاة للهجوم على الجزيرة. بدأ هذا كله منذ أن حطت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان قبل 5 أيام في زيارة غير مسبوقة انتقدتها الصين واعتبرتها خرقا لتفاهمات ضمنية واتفاقيات قديمة تنص على أن الصين وتايوان بلد واحد. لماذا تواصل الصين انتقادها وتصعيدها؟ وهل من مبررات شرعية لتنفيذ هذه المناورات العسكرية حول تايوان؟ هل سوقت بيلوسي نفسها سياسيا وحزبيا على حساب السلم الدولي؟ بالمقابل هناك من يصر أن زيارة بيلوسي لم تغير من الوضع القائم، وهذا ما قالته رئيسة مجلس النواب بنفسها، فلماذا هذه الضجة؟ وهناك من يخشى أن تتشجع الصين على اجتياح تايوان لضمها في سيناريو شبيه بالحرب الروسية على أوكرانيا، فهل هذا احتمال وارد؟ أسئلة نطرحها على ضيفينا في المناظرة اليومية. في هذه المناظرة من نيويورك دكتور نصير العمري المحلل السياسي، ومن واشنطن السيد إيهاب عباس المختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية. أبدأ معك في البداية سيد إيهاب، إذا الصين تعلن استئناف مناورات وتدريبات جديدة حول تايوان، أصرت أن هذا أمر عادي في مياهها الصينية، واشنطن عقبت على هذا الأمر وقالت نخشى من هذه التصرفات، لكن هذا يقودنا إلى التساؤل من جديد، كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هل من يستفز هي الصين أم نعود هنا إلى زيارة بيلوسي هي التي بدأت هذه المشكلة؟ أهلا بحضرتك أستاذ بشار، وأهلا بضيفك من نيويورك وبالمشاهدين أينما كانوا. بكل تأكيد الزيارة التي قامت بها نانسي بيلوسي هي التي ألقت هذا الحجر في المياه الراكدة، يعني العلاقات الأمريكية الصينية لا تريد المزيد من التوترات، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التجارية والاقتصادية بين البلدين والقضايا المتعلقة بسرقة الصين للتكنولوجيا الأمريكية. هناك أكثر من 2000 قضية في المحاكم الأمريكية مرفوعة من قبل أشخاص وأفراد والحكومة الأمريكية ضد الصين بسبب سرقة هذه التكنولوجيا. والعالم في توتر أصلا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب الخروج من وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية التي كانت تصاحب هذا الوباء وما زالت مستمرة حتى اليوم. إذن هذه الزيارة يعني عندما قامت بها نانسي بيلوسي كان هناك اعتراضات من قبل ديمقراطيين أنفسهم في الحزب الديمقراطي ودوائر سياسية كثيرة، لأن هذه الزيارة ستستفز الصين في وقت لا تريد الولايات المتحدة أن تفتح بابا آخر كبير مثل الباب المفتوح مع روسيا وأوكرانيا والدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا، فما بال حضرتك إذا ما فتح هذا الباب الآخر سيكون بابا للجحيم أيضا، لأن في ذلك التوقيت ستضطر الولايات المتحدة أن تصارع على جبهتين، جبهة روسيا أوكرانيا وجبهة تايوان الصين. جبهة تايوان الصين كانت آيدل، يعني لا يوجد فيها أي جديد، لكن اليوم بهذه الزيارة تم استفزاز الصين، هناك تدريبات عسكرية للصين في إطار يعني حول الجزيرة مباشرة، والتداعيات من الممكن أن تزيد، لا نعرف إلى أي مدى من الممكن أن تأخذنا الصين في هذا الإطار. قياسا بالزيارة التي قام بها نيوت جينجريش في عام 1997 وكان آنذاك أيضا هو رئيسا للمجلس النواب الأمريكي، كانت الصين عندها قامت ولم تقعد أيضا بنفس الإطار، لكن اليوم الصين مختلفة عن ذلك التوقيت. اليوم بعد ما يقرب من 25 عام الصين أقوى اقتصاديا عسكريا تجاريا، علاقاتها الدولية مع كثير من الدول أصبحت قوية جدا، إذا التحديات ستزيد على الإدارة الأمريكية في حال إذا ما قررت الصين التصعيد. دكتور نصير، ألا يكفينا مشاكل وأزمات في هذا العالم؟ يعني لدينا الأزمة التي بالكاد خرجت من الولايات المتحدة والعالم، كورونا، ثلاثة المجاعات وارتفاع أسعار السلع الغذائية، والحرب الروسية على أوكرانيا،
وهي بيلوسي أتت لتفتح باب أزمة أخرى، هذا ما يقصده السيد إيهاب. أحيي السيد إيهاب وأحيي المشاهدين وتحية لك، وأقول بأن كورونا هذه قدر الله، وفيما يتعلق بأوكرانيا فهذا قرار روسي. الولايات المتحدة يعني طلبت من روسيا وحذرتها من دخول أوكرانيا ولكنها غزت أوكرانيا، فهذا لا دخل للولايات المتحدة فيه. وفيما يتعلق بالصين مرة أخرى الأستاذ إيهاب يصورها يعني على أنها كان أمور كانت هادئة، الأمور لم تكن هادئة. الصين تعتدي على الولايات المتحدة تجاريا وتعتدي عليها في الميزان التجاري وتعتدي على حقوق النشر والحقوق الفكرية وتسرق وتتجسس على الغرب وعلى الولايات المتحدة، ورأينا ما فعلت في هونغ كونغ. فالقول بأنه الصين تم استفزازها هو يعني قراءة غير واقعية، لأن السيد شي هو الذي أتى بمبدأ نهضة الصين، وهذا من ضمن بنوده ضم تايوان سواء سلميا أو عسكريا، وهذا هو نص مع السياسة الرسمية للصين. فلوم الولايات المتحدة والغرب على ما تفعله حكومات استبدادية هي أصلا يعني نرى ما تفعل على الأرض في أوكرانيا من قتل وجرائم، ونرى ما تفعل الصين في محيطها من تهديد ووعيد، ورأينا هذه المناورات التي تحاكي احتلال تايوان. فأين السلام الذي تأتي به الصين؟ أين الحرية التي تأتي بها الصين؟ أظن بأن الولايات المتحدة بغض النظر عن الزيارة هي في الحقيقة قضية يعني فرعية الزيارة بحد ذاتها، ولكن العداء بين الولايات المتحدة من جهة والغرب والصين وروسيا من جهة أخرى هو عداء حقيقي، ووزارة الدفاع تصنف هذه الدول على أنها دول استبدادية وعلى أنها عدوة للولايات المتحدة وعلى أنها تخرق مبادئ حقوق الإنسان. إذن لا يوجد الكثير من الحب الذي يعني فقدناه بزيارة السيدة بيلوسي إلى الصين. لكن دكتور نصير قبل أن أعود للسيد إيهاب، ألم تكن الولايات المتحدة بنفسها هي من تقر بالوضع القائم أن البر الرئيسي وتايوان بالنهاية هم بلد واحد، وألم تكن الولايات المتحدة هي من تؤكد أنها متمسكة بالوضع القائم؟ نعم، وهي ما تزال متمسكة، ولكن بنفس الوقت الولايات المتحدة اليوم عليها دور ليس فقط تجاه، عليها مسؤولية ليس فقط تجاه تايوان، ولكن هناك دول أخرى مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وحلفاء آخرين، وهؤلاء لم تجبرهم الولايات المتحدة على أن يكونوا خصوما للصين. هؤلاء هم من طلبوا من الولايات المتحدة أن تكون داعمة لهم ولحريتهم، وهذه دول ديمقراطية، والولايات المتحدة لا يجب أن تكتفي بالكلمات، يجب أن تكون حاضرة. وهذه الدول تنظر إلى سلوك الولايات المتحدة، فإذا رأت تراجعا بوجه الصين ستفعل الصين ما فعلته روسيا، واليوم روسيا تزعزع أوروبا. إذن لا يجب أن تكون الولايات المتحدة دائما صامتة وساكتة وخائفة، لأن هذا يشجع هذه الحكومات على أن تفعل المزيد وأن تلتهم ما تستطيع التهامه من حلفاء للولايات المتحدة وغير حلفاء للولايات المتحدة. سيد إيهاب، يتساءل دكتور نصير وغيره من المحللين والمراقبين، ألا يحق للولايات المتحدة أيضا أن تحفظ ماء وجهها؟ الجميع اتهمها بالضعف أمام روسيا عندما غزت أوكرانيا، وفيما يخص ما حصل بأفغانستان أيضا أنت ذكرت كيف اختلفت الصين من عام 97 إلى 2022. أنا أضف إلى ذلك وكما تفضل دكتور نصير طموحها الذي ازداد، تهديدها كما يصف البعض، ما تفعله من بمسلمي الإيغور من ناحية والناحية الثانية في هونغ كونغ. يعني الولايات المتحدة ترى أنه من الواجب حقوقيا ديمقراطيا سميه ما شئت أن تضع نفسها أو أن يكون لها موقف، ألا يحق لها فعل هذا الشيء من خلال الزيارة الأخيرة لبيلوسي؟
طيب فقط أوضح نقطة للدكتور نصير، أن البيت الأبيض بنفسه كان اعترض على زيارة بيلوسي، ففكرة أن الولايات المتحدة علاقتها مع الصين كانت غير متوترة أو متوترة ليس لها علاقة بهذه الزيارة تحديدا. نحن نتحدث عن هذه الزيارة، وتقييمي اليوم عندما أتحدث عن هذه الزيارة لا أتحدث عن العلاقات التجارية. أعلم جيدا أن الميزان التجاري مختل لمصلحة الصين، والصين كما تحدثت تسرق التكنولوجيا الأمريكية مرفوع عليها أكثر من 2000 قضية في المحاكم الأمريكية بهذا الصدد. لكن الفكرة اليوم عندما يكون لديك استراتيجيات تريد أن تطبقها على أرض الواقع، لا تفتح على نفسك أبواب كثيرة لكي تشتت انتباه السياسات التي تمارسها على المستوى الخارجي فتعطل كثير من الأمور. بمعنى اليوم إذا ما حدث يعني تذمر الصيني كبير من موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وقررت الصين أن تأخذ يعني بعض التحركات في المجال الاقتصادي والتجاري، هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن إذا ما الصين بجرد قلم فقط وقعت الصين قرار بإغلاق المصانع الأمريكية التي تقدر بالآلاف لديها في الصين، أننا هنا في الولايات المتحدة لن نجد أشياء نشتريها وهي يعني حياتية ضرورية لنا يوميا، لأن كل ما لدينا اليوم هو Made in China. السبب في ذلك هو رجل الأعمال الأمريكي الذي طمع في الأموال، وبدلا من أن يعطي الموظف الأمريكي أو العامل الأمريكي 20 دولارا في الساعة ذهب ليعطي للعامل الصيني 3 دولارات هناك وفتح المصانع هناك. إذا الصين تمسك الولايات المتحدة تجاريا واقتصاديا من هنا من الرقبة تقدمها. السبب في ذلك أيضا أن الصين لديها اليوم مديونية، يعني تدين الولايات المتحدة للأسف الشديد بتريليون و300 مليار دولار. لو فكرت أن تسيل الأذون الخزانة هذه ستضطر الولايات المتحدة لدفع هذه الأموال، وسيتضرر الاقتصاد الأمريكي بشكل أيضا كبير. اليوم عندما تقوم نانسي بيلوسي بزيارة رفضتها دوائر سياسية عديدة في الولايات المتحدة وعلى رأسها البيت الأبيض والبنتاغون، فهم يعلمان جيدا أن هذه الزيارة سيكون لها تداعيات سلبية في وقت. أنا أتحدث هنا المشكلة في التوقيت، ليست المشكلة في إظهار الدعم، وليست المشكلة في وقوف الولايات المتحدة بجانب تايوان. هذا أمر مفروغ منه، لأن لدينا تشريع يلزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تدافع عن تايوان عسكريا بشكل مفتوح وبدون حد أقصى لأي شيء فيما يتعلق بالدفاع العسكري. لكن هل هذا هو التوقيت المناسب لإظهار هذا الدعم أو لاستفزاز الصين؟ أنا من وجهة نظري بكل تأكيد لا. انتظري حتى يتم غلق ملف أوكرانيا روسيا أو يصبح نيوترال لا جديد فيه، ومن ثم إذا ما أردت أن تتحركي فيما يتعلق بالصين تحركي. بالفعل واشنطن هددت الصين كثيرا دبلوماسيا، نتحدث يعني تهديد دبلوماسي ناعم بأنه لا مجال لغزو تايوان وأن الولايات المتحدة ستدافع عنها بأقصى مواطئة من قوة، وأعلن ذلك الرئيس بايدن قبل حوالي أسبوعين تقريبا قبل هذه الزيارة. لكن اليوم عندما نأخذ خطوة في إطار الذهاب إلى استفزاز الصين، لا نتوقع أن الصين ستسكت، الصين سترد، خاصة وأن القانون الدولي بجانبها للأسف الشديد في هذه النقطة تحديدا، القانون الدولي بجانب الصين، المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة في هيئة الأمم المتحدة تقول أن الصين أرض واحدة بما فيها تايوان. لكن المشكلة أن لدينا هذا التشريع الذي يتعارض مع القانون الدولي، إذن لا مجال لإحداث لغط وحالة يعني غير مستقرة في منطقة جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي مع الصين حاليا، ونحن لدينا صراع آخر كبير مفتوح ومستمر منذ شهور لا نعلم إلى أي مدى سيذهب. وهذا بالإضافة إلى أن ما يحدث اليوم يقرب الصين أكثر من روسيا ويجعلهما الاثنان في بوتقة واحدة، وهذا سيشكل ضغط كبير على السياسة الأمريكية. دكتور نصير، ما يقصده أيضا سيد إيهاب، ويمكن أن يصححني إن كنت مخطئا، إذا أرادت بيلوسي والولايات المتحدة مواجهة الصين لديها الحق في فعل ذلك، لكن أن تكون ضمن خطوات مدروسة ومضبوطة زمنيا ومكانيا وظرفيا. لكن خطوة بيلوسي، وليس فقط وفق رأي السيد إيهاب، وفق الكثير من حتى في صفوف سياسية أمريكية وفق صحف أوروبية وأمريكية، كانت هذه الخطوة غير مسؤولة واستراتيجيا غير مضبوطة ولم تستفد منها تايوان، على العكس سوف تزيد بيلوسي الطين بلة. ما رأيك؟ أنا أتفق مع السيد إيهاب ومع من يقول بأن يجب أن لا يكون استفزاز للصين، وأنا لا أشجع على حرب أو مواجهة عسكرية ولا حتى مواجهة اقتصادية مع الصين. الصين دولة مهمة وتمارس نفوذها، ولكن نقطة الخلاف هي يعني أين ترسم الخط في الرمال لدولة
هي في الحقيقة معتدية ولا تريد أن يستفزها أحد، هي من يستفز الغرب. والعلاقة والدعم الصيني لروسيا في حرب أوكرانيا هذه محاولة لتقويض أوروبا بشكل كامل. يعني الصين والسيد إيهاب يعلم ذلك، هي ليست حملا وديعا، وهم يتاجرون مع الاتحاد الأوروبي في النهار ويقوضون أوروبا بدعم روسيا في الليل. وتفعل الصين الكثير من أجل تقويض التحالف الغربي. وزيارة السيدة بيلوسي أنا يعني لا أعتقد بأنها على قدر كبير من الأهمية، ولكن أظن بأن الولايات المتحدة يجب أن ترسم يعني خطا واضحا في الرمال، وهو أن الصين أيضا لها مصالح. يعني السيد إيهاب يقول بأنها تمسكنا من خناقنا، وكذلك والعكس صحيح. على العكس، يعني اليوم الصين السبب الوحيد الذي يمنعها من اجتياح تايوان هي الخوف من خسارة التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فهذا سيف ذو حدين، والخلاف أظن بيني وبين السيد إيهاب هو يعني أين تقف الولايات المتحدة في إرسال رسالة واضحة بأن تايوان هي خط أحمر. لأنه يا أستاذ إيهاب، مشكلة تايوان ليس فقط تايوان، يعني الاعتداء على تايوان هذا سيؤجج المنطقة، منطقة يعني منطقة آسيا بشكل كامل. فهناك اليابان التي تعتمد على دعم الولايات المتحدة، ولولا ثقة اليابان التي تراقب ما يحصل في تايوان، لولا ثقة اليابان من أن الولايات المتحدة تدعمها عسكريا وتدافع عنها، لتحولت اليابان يعني من حمل وديع دوليا إلى قوة نووية وقوة عسكرية، وهذا يجعل العالم أقل أمنا. إذن يعني عندما يلعب الكبار يرسلون رسائل واضحة، والرسائل أيضا تقول بأننا إذا تكرر سيناريو أوكرانيا فالولايات المتحدة ستقف مع حلفائها، وهذه رسالة مهمة في هذا التوقيت، لأن الصين كما نعلم تفعل الكثير حول العالم وتفعل الكثير لدعم روسيا. وهذه الرسالة أظن بأنها بغض النظر عن زيارة، ربما يكون زيارة بيلوسي استفزازية، ولكن صدقني أن الصين لديها مخطط ما يسمى بنهضة الصين، وهذا يشمل احتلال تايوان بالقوة. فإذا موقف الولايات المتحدة واضح، وأظن بأن الرسالة وصلت إلى الصين بأنه أي تحرك لن يمر مرور الكرام. دكتور نصير، هل تعتقد أن قبل أن نعود لسيد بسام، أن واشنطن والبيت الأبيض أصابا عندما توصلوا إلى هذا التشريع الذي يقضي بحماية تايوان عسكريا أن تطلب الأمر؟ هل هو عامل مساعد أم يعني مخبط هنا للسلم الدولي؟ يعني هو تصحيح بسيط، لا يوجد التزام رسمي من الولايات المتحدة، التزام كلامي ولفظي وسياسي. يعني لا يوجد تشريع يقول بأنه هنا، يعني لا يوجد معاهدة مثلا دفاع مشترك، ولكن هو هذه الاتفاق هو لفظي ومعروف لدى الصين ومعروف لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. فلا يوجد اتفاقية، ولا حتى يوجد اتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على فكرة دفاع مشترك، ولكن هو التزام سياسي. وأظن بأنه الولايات المتحدة عندما تصر على تايوان هي في الحقيقة تمنع مواجهات أكبر بين الصين وبين كوريا الجنوبية وبين أستراليا التي أيضا تتعرض للتهديد من الصين. فالوضع دقيق، وأظن بأن الرسالة كانت مهمة بغض النظر عن تفاصيل زيارة السيدة بيلوسي وتوقيتها. سيد إيهاب، لماذا ننظر إلى الموضوع أو إلى هذه المسألة كأنها بدأت مع سيارة بيلوسي، سميها استفزازية أم سميها ما شئت غير استفزازية، لكن كما تفضلتما قبل قليل، بالأخص منذ أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا كان هناك التخوفات من أن تقدم الصين على خطوة مشابهة، ونعلم أنه كانت هناك مناورات ومخططات سابقة، فضلا عن التخوفات والسيناريوهات من أن تبدأ الصين بقدم تايوان بقدمها تدريجيا ووضع إدارة موالية لها هناك، على غرار ما حصل في هونغ كونغ. يعني الولايات المتحدة متخوفة من هذه المسألة. طيب خليني أسألك سؤال أستاذ بشار وللدكتور نصير. قبل
خمسة أيام أين كان الجيش الصيني؟ هل كان بالقرب من تايوان أم اليوم أصبح بالقرب من تايوان؟ اليوم أصبح بالقرب من تايوان صحيح؟ اليوم هو على بعد 20 كيلومتر فقط من تايوان. إذن الزيارة حركت شيئا في الجيش الصيني، حركت شيئا في العقيدة الصينية، حركت شيئا لدى الشعب الصيني حتى. يعني عندما تتابع التصريحات التي تخرج من المواطنين الصينيين بسبب هذه الزيارة، اتفقنا واختلفنا معهم، هم اليوم يعتقدون أن هناك استفزازا كبيرا، والحكومة الصينية حكومة شعبوية وتستطيع أن تحشد الشعب الصيني تجاه ما تقوم به الولايات المتحدة وتجعلهم متحفزين ومستعدين لخوض حرب. وهذا ما سمعته كثيرا من زيارتي لمنتديات يجتمع فيها الصينيون ويناقشون كثير من القضايا مع مختلف البشر حول العالم. يعني فإذا المسألة اليوم أن الجيش الصيني قبل زيارة بيلوسي كان بعيدا عن تايوان، اليوم أصبح تقريبا داخل الجزيرة تقريبا. إذن حدث شيء سلبي بسبب هذه الزيارة. الأمر الآخر، نحن لا نختلف في الاستراتيجية المتعلقة بحماية تايوان، أنا أعتقد بأنه يجب حماية تايوان، هذا شيء مفروغ منه، ولكن لا يجب أن تظهر الدعم والحماية في هذا التوقيت. من الممكن أن تجلس بعيدا وما زال العدو يخشاك ويخاف منك، وخد بالك يعني مش لازم تروح للشخص الذي ستدافع عنه لتقف بجانبه. العدو يعلم، إذا ما كنا نعتبر الصين عدو، ولو أن الولايات المتحدة لا تعتبرها عدو، لا يوجد أي تصريحات رسمية بأن الصين عدو، وهناك علاقات دبلوماسية بين البلدين. فإذا عندما تمارس السياسة سياسة الاحتواء للصين وأنت تريد الاحتواء، بمعنى أنك لا تريد الصين أن تتقارب مع روسيا، لا تريد الصين أن تقوم بأي خطوات من شأنها احتلال جزيرة تايوان بغض النظر عن القوانين والالتزامات إلى آخره، إذا اجعل الأمور اتركها كما هي حتى تنقضي القضية الأكبر التي نحن بصددها الآن، روسيا أوكرانيا، والقضية المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي المتهالك نوعا ما بسبب الكورونا ومحاولات النهوض من جديد، والمشكلات التي تمر بها أمريكا في عدد من الملفات الأخرى. ليس من الجيد اليوم أن تذهب إلى الصين وتستفزها على أراضيها، هذه أراضيها طبقا للقانون الدولي، أبينا أم شئنا تايوان جزء من الصين والولايات المتحدة تعترف بذلك، لكن هي لا تريد أن تنضم تايوان للصين، وهناك اعتبارات كثير لذلك ونتفهمها هنا جيدا. تايوان تصدر الرقائق الإلكترونية للولايات المتحدة صحيح. بكميات كبيرة، هي والصين بالمناسبة. اليوم عندما حدثت هذه المشكلات وحدثت مشكلة كورونا أصلا، أغلقت كثير من المصانع في الصين وفي تايوان. والدكتور نصير اليوم إذا ما ذهب لشراء سيارة لديه في نيويورك جديدة أو مستعملة، سيجد أن سعرها زاد بنسبة من 10% إلى حوالي 30%. يعني اليوم سيارة التي كان سعرها 25,000 دولار أصبح سعرها يقارب 40,000 دولار بسبب ماذا؟ بسبب أن هذه الرقائق الإلكترونية أصبحت غير متوفرة للصانع الأمريكي في كافة المنتجات، ليس السيارات فقط، في كافة المنتجات، ما أدى إلى زيادة في المطلوب وقلة في العرض، وبالتالي هذا اختلال في الاقتصاد الأمريكي يؤدي في نهاية المطاف إلى ركود اقتصادي وإلى انكماش وإلى بطالة إلى أمور كثيرة. هذا ما أدى إلى أن البيت الأبيض والبنتاغون ودوائر سياسية كثيرة رفضت هذه الزيارة. طبعا الجمهوريون وافقوا على هذه الزيارة ودعموها لأن لهم موقف سلبي من الصين، ولو أن الرئيس السابق دونالد ترامب خرج قبل يومين في مؤتمر صحفي وقال إن نانسي بيلوسي أعطت الصين ذريعة بزيارتها هذه لتايوان لاحتلال تايوان. نعم. إذن نحن طيب. في خلافات داخلية كبيرة. نعم. دكتور نصير، قبل أن يداهمنا الوقت، تحدث هنا سيد إيهاب عن نقطة مهمة جدا، قال وفقا للقوانين الدولية، لنضع المواقف السياسية جانبا، هذه أراضي صينية، حتى تايوان أصلا غير معترف بها إلا من مجموعة من الدول، حتى الولايات المتحدة لا تعترف بها كدولة. هذه نقطة. نقطة ثانية، كما تفضل سيد إيهاب، يعني حتى ترامب وصف الأمر بأنه ذريعة، ولدينا هنا السفير الأمريكي الأسبق في الصين ماكس بوغس الذي قال إن زيارتها غير مسؤولة، وهي أصلا ليست بسبب كل ما تفعله الصين، وإنما هي من أجل ترويج بيلوسي لنفسها. يعني أنا أستبعد أن السيدة بيلوسي البالغة من العمر، يعني أكثر من 80 عاما، يعني تحاول أن تروج لنفسها، هي مخضرمة سياسيا، هي في الحقيقة وقفت لموقف مبدئي، وهو أن التراجع بوجه البلطجة الدولية، وهو سيقود إلى عزل تايوان. يعني لو تراجعت السيدة بيلوسي لأدى ذلك إلى امتناع دول أخرى لإقامة علاقات مع تايوان، لأنه أمريكا تتراجع، وهذا سيقود إلى عزل تايوان، وعزل تايوان سيجعلها تقع فريسة سهلة
بيد الحكومة الصينية يعني المركزية، وهذا هي أصلا سياسة الصين، هي عزل تايوان. فبغض النظر كما قلت يعني بغض النظر عن زيارة السيدة بيلوسي، الموقف يجب أن يكون واضح، وأظن بأنه البيت الأبيض يتفق مبدئيا مع السيدة بيلوسي في الدفاع عن تايوان. وفيما يتعلق بقضية يعني التراجع بسبب الأسباب الاقتصادية، يعني هذه هي مشكلة أوروبا اليوم في وجه بوتين بسبب الحاجة الاقتصادية للغاز. ها هي يعني روسيا تزعزع أمن أوروبا كاملا، والآن يعني تسارع من أجل أن تفطم نفسها عن النفط والغاز، وبوتين يستغل هذه الحاجة من أجل لي ذراع العالم الغربي. والصين تلعب لعبة مشابهة، ويجب أن يكون هناك دولة ترسم الخط في الرمال وتقول بأن المصالح الاقتصادية مهمة، ولكن أيضا شعب تايوان هذا الشعب الحر الذي لا يريد ولم يكن يوم من الأيام جزء من الصين ولم يوافق على دخول تحت يعني يجب أن احترام حقه في الحرية. أشكرك. للأسف ذهبنا الوقت دكتور نصير العمر، المحلل السياسي من نيويورك، ومن واشنطن السيد إيهاب عباس مختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام المناظرة اليومية، شكرا لحسن المتابعة، تصبحون على خير.